السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة من سلسلة كل ما يتعلق بالمحركات نظريا وعمليا، اليوم إن شاء الله عندنا محرك جديد ألا وهو محرك الخطوة أو ما يعرف بالإنجليزي محرك للسبار موتور. طبعا تعرفنا في الحلقات السابقة على محرك دي سي موتور، واليوم حنتكلم عن محرك الخطوة أو محرك الخطوي. وحنتكلم اليوم إن شاء الله في أي حلقة عن مجموعة من المواضيع، تعرف عن محرك الخطوة، استخدامات محرك الخطوة، والتركيب الداخلي لمحرك الخطوة، ومبدأ عمل محرك الخطوة، وأنواع محركات الخطوة، وأنواع محرك الخطوة. هدول اليوم إن شاء الله هيكونوا عندنا في حلقات قادمة، هنتعرف عن مواضيع تانية عن محرك الخطوة، لكن خلينا اليوم نشوف هاي المواضيع. طبعا أنت أول ما تيجي كواحد ما بتعرف لمحرك الخطوة، وأقول لك من الاسم محرك الخطوة، ممكن هاي يكون مغبش شوية. لو أقول لك هذا المحرك له اسم تاني ويعرف بمحرك خطوة بخطوة، هتقول لي أها الأمور بدأت توضح. خطوة بخطوة يعني بخطو خطوة، يعني بيمشي إشي بسيط بسيط. وأنا بقول لك تقريبا هو هذا المحرك، وهذا هو اللي حنتعرف عليه اليوم إن شاء الله. طبعا لو جينا لتعريفه بقول لك محرك الخطوي او ما يعرف بالانجليزي الستيبر موتور. طبعا كتير بقول لك خلص ستيبر موتور وخلصنا، هي احفظها انها ستيبر موتور هي محرك الخطوه او محرك الخطوي. طبعا الخطوه والخطوي نفس الشيء، والان حنشوف. بقول لك هو محرك كهربائي عديم المسفرات البراشلس ومتزامن سيكونس، يحول النبضات الرقميه الى دوران ميكانيكي للدوار في المحرك. تقسم كل دوره في المحركات الخطويه الى عدد صحيح من الخطوات 200 خطوة في العدد من في العديد من الحالات. طبعا انت من اول تيجي على التعريف حتقول لي محرك كهربائي، هذه معروف انه بيشتغل على الكهرباء. طيب عديم المسفرات البراشلس، طبعا احنا شرحنا في محرك الدي سي شوي الفحمات ودورها في التوصيل بين الملفات. المسفرات هي نفسها الفحمات او بتعرف بالانجليزي البراشلس. طيب هو بيقول لك محرك عديم المسفرات، انا بقول لك اه طب كيف بيوصل التيار الملفات؟ حنشوف هذا ان شاء الله. اذا محول كهرباء، المحرك الكهربائي هو محرك كهربائي عديم الفحمان مسفرات. طيب وش كمان؟ متزامن سيكونس. طبعا حاب اقول لك حاجه، اي محرك تعرف انه عديم المسفرات اعرف انه عمره كبير، عمره الزمني بيكون كبير جدا، يعني صعب تلفه صعب. طيب هو متزامن سيكونس، شو معنى سيكونس؟ اخر لي اياها شويه هنعرفها قدام في الحلقه. طيب يحول النبضات الرقمية إلى دوران ميكانيكي للدوار في المحرك. يقسم كل دورة في المحرك الخطوي إلى عدد صحيح من الخطوات. طبعا احنا حكينا لك انه هو محرك خطوة بخطوة، فبالتالي هو بيتحرك خطوات، وهذا برضه يسيب لي لحلقات قادمة حنتعرفه بالتفصيل الممل، لكن برضه سيكونس سيبها، وهي سيبها شوية حنعرفها كمان شوية. طبعا له اشكال كثيره، هاي اشكال للسيبر موتور، حنعرف الان كيف نعرف نفرقه بين العديد من المحركات. طيب محرك الخطوه له اسماء كثير، بقول لك اسماء اخرى: المحرك الخطوي، محرك خطوه بخطوه، محرك الخطوه. كل هاي الاسماء تدل على نفس الشيء. طيب وبالانجليزي المحرك الخطوي يعني السيبر موتور او ستيب باي ستيب موتور، كله نفس الشيء. طيب الآن إحنا قبل ما نخش في المحرك الخطوة استعمالاته أو أي شيء تاني، خلينا نحكي عن مميزاته، ربما الأمور تتوضح لك أكثر لما نحكي عن المميزات، بعدين إن شاء الله بنشوف تركيبه الداخلي وآلية تشغيله وكل حاجة عنه. طيب بحكي لك مميزات المحرك الخطوي. أول حاجة دقة عالية في الحركة. طبعا ليش دقة عالية؟ زي ما ذكرنا إنه بتحرك خطوة خطوة، وهي أهم ميزة له الدقة العالية في الحركة والدقيقة. طيب بقول لك القدرة على التحكم في موضعه بدقة تامة، هذا برضو يدخل تحت إطار الدقة العالية. برضو نسبة خطأ قليلة جدا، دقيق صحيح، لكن فيش حاجة في الدنيا دقيقة لا تخطئ. بخطئ بقول لك نسبة خطأه قليلة جدا، هذا شيء حلو، يعني برضو يندرج تحت الدقة العالية. طيب سهولة ويسر في التحكم في سرعته واتجاه دورانه. طبعا انت حتقول كيف؟ انا حقول لك مش بسهوله دي سي موتور، دي سي موتور بسيط. بكل بساطه جيب اي مصدر تيار حوالين المحرك، فرض جهد يعني، وطبقه على المحرك بالشكل المحرك. لكن اي المحركات الانواع الثانيه اللي حنشوفها ان شاء الله، ولا واحد نفس الاشي، كله بده اليه للحركه. لكن بيقول لك المحرك الخطوه انك تتحكم في السرعه واتجاه الدوران سهل جدا،
يعتبر بسيط بالنسبة لغيره من المحرك يعني. طيب بحكي لك ثمنه منخفض نسبيا. برضو انا حاب احكي لك انه الدي سي موتور او محركات التيار المستمر ارخص منه، لكن هو بالنسبة مثلا للسيرفو موتور او البراشس موتور هو رخيص بالنسبة برضو لميزته، هو رخيص بالنسبة لميزته وفوائده، لذلك يستخدم بشكل كبير في التطبيقات. بقول لك عزمه عزم دوران قوي جدا، وهمي ومش اهم ميزة، اهم ميزة احنا قلنا دقة عالية، وإشي تاني انه عزم دورانه قوي. في الدي سي موتور عزمه مش قوي، الدي سي موتور كنا نجيب علبة تروس عشان يصير عزمه قوي. انا بقول لك المحرك الخطوي احيانا بيكون معه تروس واحيانا بيكون معوش، في الحالتين معاه ولا معوش عزمه قوي جدا، واحنا هنشوف كيف نشوف كل محرك كيف عزمه، نتعرف على هاي الحاجة. طيب اذا الان اهم ميزتين الدقة والعزم القوي، وانه ايش رخيص نسبيا، هنشوف ليش الدقة هذه تاعت هو المحرك الخطوي اهم وافضل ميزة، واللي هي هو مصنوع عشانها هي الدقة. طيب بيحكي لك استخدامات محرك الخطوة. انت احنا بما ان حكينا انه دقيق جدا وسعره منخفض وعزمه عالي، فان مدور لك على اي تطبيق في دقة في الحركة حيكون السيبر موتور جوا. طيب انا اجي اقول لك، اكيد انت سألت مرة كيف الطابعة بتطبع اكثر من نسخة، تقريبا كله نفس الاشي، نفس مرسوم رسم، ايش الدقة هي كيف بتصير؟ انا اقول لك هذا كله شغل السيبر موتور، يستخدم على بشكل عام يستخدم حركة الخطوط الدقيقة التي تحتاج إلى دقة عالية في الأداء، مثل الطابعات بأنواعها ثنائية الأبعاد ثلاثية الأبعاد وقاطع الليزر، الروبوتات، الذراع الروبوتية. طبعا في الروبوتات بشكل كبير، في الطابعات تقريبا 95% سيبر موتور، أحيانا بعض الطابعات بيستخدموا دي سي موتور مع انكودر، ممكن نعمل كورس عليه هذا الانكودر أو حلقة عليه، لكن حاليا لا، لكن في الأغلب السيبر موتور هو الأفضل. قاطع الليزر أو المخارط، دقة عالية في الحركة. طيب حاليا يبدو أن المحرك لحد الآن بالنسبة لك غامض، بس أنت تعرف ميزته، الشيخ عنه كيف هو من جوا. طبعا انا التركيب الداخلي، انا اول شيء قبل ما اتكلم اي كلمه بدي اورجيك صوره وبعدين اعقب عليها. لو قلت لك انا لو ما اجي افتح المحرك من جوا حلاقي زيك، هتقول لي شو هذا؟ هقول لك بسيطه، هذا الغلاف من برا، هذه اسلاك وايرز، ليد وايرز، اسلاك القياده. طبعا هم اربعه، واحد في ابيض ورا، اثنين ثلاثه اربعه، ممكن اكثر من هيك، هنشوف كيف ان شاء الله. في عندك بقول لك ستاتور، ستاتور هي عباره عن الملفات تمام، او الكوينز، ستر ممكن الغلاف اللي برا. طيب بيحكي لك الشافت، الشافت شو هو؟ الدي سي موتور كان له جزء دوار محور، هو هذا محور الدوار هو الشافت، العصايه. البير، البير هي عباره عن بيل، البيل اللي يسمح لك انك تدور بدون ما تحرك اللي حواليك عشان يربطوه في الهيكل، هنشوف هذا برضه ان شاء الله كله عملي، هذا كله عملي اليوم ان شاء الله الحلقه هاي. طبعا شو هذا؟ هذا هو جزء الدوار روتين، يكون مربوط بالشافت. انت لو تلاحظ هذا انه القرص فيه بروزات، هين جزء بارز، هذا يعرف بالنتوءات او النوتش. طيب شو هي؟ هذول عباره عن مغناطيسات، وهذول النوتشات النتوءات مع الكويلز يسبب الحركه، حنشوف هذا الان. اذا هي مصطلحات يفضل تكون عارفها عشان لو حاب تقرا اي مقال انجليزي تكون هذه واضحه لك ايش صار. طيب الان نيجي للشكل التخطيطي للمحرك، حيقول لك هذا هو الشكل التخطيطي. انت لو تيجي تعد لي الملفات اللي هنا حتقول لي تقريبا 8، حقول لك ايوه مرسم لك 8 نتوءات، هنا قلل لك عددهم عشان اوضح لك شيء. طبعا هذا بيقول لك الروتيت، هي الروتيت، بيقول لك هذا الساتر هو الغلاف. لتلاحظ معي الان ان هنا اللي هن أربع ملفات، في الأغلب السوبر موتور يكون يحتوي من جوا على أربع ملفات، لكن هنا أنت تلاحظ ثمانية، ممكن يكون ثمانية صحيح لكن نفس التوصيلة. كيف؟ هقول لك، شايف الملف هذا مسمينه إيه؟ اللي قباله إيه؟ بي بي سي سي دي دي. إذا هو عبارة عن ثمان ملفات عدديا، لكن في الحقيقة هي أربعة، ولما يكون ثمانية في الأغلب إحنا بنروح بنحوله إلى أربع ملفات، كل ملف له نصين هين وهين. طيب بنلاحظ ملاحظة حلوة هنا كتير جدا جدا حلوة، هتقول لي إنه شايف النتوء هذا والنتوء هذا ملزقين
بالظبط جايين على الملف. طب ليش النتوء هذا مش جاي عليه؟ هل هو لما جاي يرسم راسم خطأ؟ انا هقول لك لا، مش راسم خطأ. هذا الفرق البسيط اللي انت شايفه، الفرق البسيط يعرف، هذا مقصودة، حركة مقصودة، وأساس تحريك المحرك وأساس دقة المحرك هذا الخلل اللي انت بالنسبة لك ممكن يكون خلل. بيقول لك يعرف الزاوية ما بين قطر المحرك وقطر النتوء بزاوية الخطوة. طب كيف بتصير هاي؟ كيف تتحرك؟ هذا حنشوف الآن كمان شوية، كمان سلايدين حنتعرف عليه، لكن بدي إياك تعرف إنه هذه النتوء مقصودة وهي تعرف بزاوية الخطوة. طيب نيجي الآن نلخص الحكي. الآن بيقول بشكل يوضح الشكل التالي: التركيب الداخلي المحرك الخطوي، حيث يتكون من عدد معين من الملفات ستورز وجزء دوار روتيتور، ويحتوي الجزء الدوار على نتوء حكيناه وجزء بارز على سطحه، وهي عبارة عن مقانط يتم جذبها وطردها من قبل الملفات عند مرور التيار الكهربائي فيها. هذه الشيء، هذه الجزئية الآن حنحكي عنها، سيبها. طيب نيجي للملحظة الثانية، بيقول لك لابد أن نلاحظ أن هذا النتوء مصمم بشكل دقيق وموزع، بحيث أن كل نتوء لا توازي الملف المقابل، بل يوجد فرق بينها. يعرف الفرق بين طرف النتوء ونهاية الملف المقابل بزاوية الخطوة step angle، كما هو موضح بالشكل المقابل. هذا هو. طيب الآن كيف بيشتغل المحرك؟ أنا مش هتكلم ولا كلمة، حورجيك الصورة هاي وأقول لك احكم لي، اتفرج لي فيها شوي، هيك معلي فيها شوي. هقول لك بكل بساطة، هذا اللي في النص عارف شو هو؟ هذا مغناطيس. طيب ايش اللي بيصير؟ هتقول لي انا ملاحظ انه هنا في اربع ملفات وحكينا عنهم، وانه ملف بالشغل، بعدين اللي وراه، بعدين اللي وراه، بعدين اللي وراه، بالدور بالشغل. هقول لك فعليا هذا اللي قدامك هو المحرك، عبارة عن اربع ملفات ومغناطيس في النص. طيب الوقت، انا بدي اقول لك انه بما انه في مغناطيس في النص وملف كهربائي، احنا بنعرف انه مسلمه، هاي مسلمه معروفه، انه اي ملف يمر في تيار مباشره بتحول لمغناطيس. خلاص تمام، انت عندك مغناطيس وحطيت مغناطيس، فيش بالدنيا مغناطيسين جنب بعض الا ياثروا على بعض، يا تجاذب يا تنافر. فبالتالي لما انت تشغل هذا الملف حينجذب المغناطيس اله. طيب لو شغلت الوراء حيجي اله، شغلت الوراء حيلف اله، وراح يلف له، وهو هذا اللي بيصير. لاحظ بضل المغناطيس اللي يجي ورا الملفات اللي شغاله. طيب المغناطيس هذا بيكون متصل بجزء الدوار وبهيك نور المحرك. نعقب على الكلام اللي حكيناه بالملاحظه هي، بقول لك ملاحظ وجود اربع ملفات ومغناطيس في منتصفها، وكما نعلم ان مرور التيار الكهربائي في الملف بين الملف يعمل كمغناطيس، وبالتالي مرور التيار الكهربائي في الملف سيؤدي إلى التأثير على المغناطيس الدوار بالتجاذب أو التنافر. ملاحظة ثانية، بقول لك إن مبدأ عمل المحرك يعتمد بشكل رئيسي على مرور التيار في هذه الملفات، وكما نلاحظ في الشكل المقابل. تمام، إحنا قلنا إنك تشغل كل محرك ملف يؤدي لحركة تنافر، إذن هو بيعتمد على إيش؟ على مرور التيار في الملفات. وملاحظ في الشكل المقابل أن مرور التيار في الملفات بالتتابع. لو تلاحظ هان إنه بالشغل الأول، بعدين وراء، بعدين التالي، بالدور، بالشغل الشهادة هذا، بعدين هذا، بالدور، لف، يا هيك، يا بمع عقارب الساعة، يا عكس عقارب الساعة. وهذا ما يعرف بالسيكونس اللي تو حكينا لك إياه. سيكونس معناها بالتتابع، وهذا مصطلح كثير بتشوفه في اللوجيك. السيكونس بالتتابع، هذا بعدين هذا بالدور. طيب، يعني دوران المحرك. تمام، وهذا هو المبدا الذي يتم عليه تشغيل المحرك. اذا المحرك عشان يشتغل مواس بدك تجيب اربع ملفات وبتضلك تحرك فيه، تمر فيه تيار بالدور، المره الاول، الثاني، الثالث. لو تلاحظ انا حكيت لك هنا يعتمد على ايش؟ على مرور التيار في الملفات، على مرور التيار في الملفات. طبعا انا ما حكيت لكش مرور كله، نصه جزئيا، في انواع، في نوبولر باي بولر، انا حنشوف هذا كله، لكن بشكل رئيسي هي مرور التيار في الملف. طيب حتيجي انت تحكي لي ايش هو؟ انت بتضحك علينا، بتقول لي مره المحرك دقيق في الحركه والان بلف لي اللفه كلها باربع خطوات. هذا كلام، هذا كلام ما بيعجبنيش. هقول لك هذا مجرد رسم توضيحي انه يوضح لك اليه عمل المحرك، انه عباره عن فقط اربع ملفات بتشتغل بالدور بشكل متتابع. نشوف الشكل التالي.
هذا الرسم تو شفناه زي ما حكينا لك، هذا الشكل هو نفسه، لكن نيجي نشغلها. بحكي لك لو انا الان شغلت الملف ايه، صح احنا قلنا هو تشغيل الملفات بالتتابع، لو شغلت انا ملف ايه ايش حيصير بالنتوء هذا؟ حينجذب للملف ايه، تمام تمام طيب لو شغلت انا ملف بي ايش حيصير في الواحد؟ حينجذب الواحد هي. لو شغلت انا ملف سي الواحد حيجي هان، لو شغلت دي حيجي هان، تمام. اذا انت هيك حلفيت الروتيت بتشغيل الاربع ملفات، تلاحظ كان هنا الرقم واحد صار هان، ولاحظ انه كل تشغيل المحرك تقابل، يعني كل ما تشغل محرك بتحرك المحرك فقط ستيب واحده الزاوية المحسوبة اللي حكينا عنها. إذا أنت تو حكيت لي إنه المحرك قبل شوية كان فرصة التخطيط بأربع ستبات بتحرك، هان ممكن يكون ستة أو ثمانية، لكن أنا أقول لك لا برضه هذا ممكن كبر لك النتوء، أنت شايف النتوء أكبرهم؟ يعني عملية التحريك هاي إنك تقول لي إن أمرر التيار في الملفات أربع حدود دورة كاملة، لا لا لا، في الحقيقة ربما إنك تمرر التيار في الأربع ملفات ما يلاحظ بالعين المجردة، ربما تصل إلى 200 أو 3000، من 200 أو أقل أو أكثر ممكن تصل إلى 3600 خطوة عشان يدور دورة واحدة. طب لاحظ معي 3000 أو آلاف أو ممكن 200 خطوة، 200 تشغيل للملف عشان الملف المحرك يدور خطوة واحدة، عشان يدور دورة واحدة زي السبر موتور. وهين تكمن الدقة، وانا اجيب لك الشكل هذا اللي يوضح لك الكلام اللي حكيته. لاحظ هاي نتوء، هاي محور الدوار، هاي النتوء الشغل الان. نعيد تاني الشغل الاول، تمام، هاي واقف في النص، يعني الواحد اجى عند الايه. طيب الشغل الثاني، تمام، اتحرك هذه ايش، هذه هي هذه الستيب انجل، لاحظنا صغيره جدا، اغلب محركات 1.8 درجه، يعني تقريبا 2 درجه لكل خطوه، هذا قليل جدا. حنعرف برضه كيف نحسب عدد الخطوات عشان يخلص الملف دوره كامله. في انواع برضه 9 من 10 خطوه. طيب الان الثاني شايف كبرت شوي، الثالث كبر شوي، الرابع كبرت، يعني بكل بساطه انه انت حركت الاربع ملفات مره واحده، هذا ما اثر تقريبا المحرك ما تحركش شيء كثير، شيء بسيط، وهذا هو عمل المحرك. اعتقد الامور هيك بتكون واضحه بالنسبه لاليه عمل المحرك لهذا المكان. طيب الان نيجي لانواع محركات محرك الخطوه. طبعا انت احنا شفنا قبل شويه انه بتكون اربع ملفات A, B, C, D، وبالتالي توصيل هذه الملفات يمكن الحصول على نوعين. الملفات هذه الأربعة طريقة توصيلهم بتحصل على نوعين، وحل الاستقطاب وثناء الاستقطاب، يوني بولر وباي بولر، هدول النوعين مشهورات في المحرك الخطوي، ولازم تحفظ اليوني بولر والباي بولر، لأنه أنت وين ما تروح على السوبر موتور حيجي يوني بولر باي بولر، حيضل يحكي لك يوني بولر باي بولر، تيجي تحركه يوني بولر باي بولر، عشان هيك أنت احفظ لي هذا المصطلح وهذا المصطلح. طبعا احاد الاستقطاب اليوني بولر في منه انواع وطرق للتشغيل، يعني الشغله لخمه وصعب انه اليوم تيجي واحد يحكي لك عن محرك احاد الاستقطاب يشغل لك اياه ويحكي لك كل حاجه عنه، ثاني الاستقطاب برضه زيك، لذلك احنا هنكون في حلقات قادمه حنتكلم عن احاد الاستقطاب اليوني بولر، بعدين حنتكلم عن الباي بولر. طيب لو انت الان جبتني وقلت لي انا اخذت الدي سي موتور خلصناه، والان احنا تعرفنا على محرك جديد هو الخطه، انا الان عندي محرك، كيف اعرف انه هو دي سي ولا السيبر موتور؟ انا اقول لك انه السيبر موتور بتكون من اربع ملفات، فبالتالي انت عشان تيجي تحرك لي الاربع ملفات هاي شو بدك؟ حتقول لي بدي تيار كهربائي اشغلهم، وكل ملف بده قديش؟ بده سلكين، لذلك سلكين في اربعة حيبدك 8 سلاك. طبعا انا بقول لك محرك الخطوة ممكن تلاقي له اربعة، طبعا انت حتيجي تقول لي كيف اربعة؟ تتهابل علي انت؟ حقول لك معلش هذا حنعرفه قدام البايبور والبولا. إذا لقيت محرك له أربع أسلاك أو خمس أسلاك أو ست أسلاك أو ثمان أسلاك، وربما أحيانا بتلاقي سبع أسلاك، مجرد ما تلاقي المحرك إيه إنه هذا محرك استبر موتور، محرك خطوة، تمام؟ الدي سي موتور كان كم سلك؟ اثنين. استبر موتور له 8 لـ4 أسلاك وممكن كمان أكثر، أنا شفت محركات إلهن أكثر، في 9 وفي 10، لكن بشكل رئيسي له
فقط من 4 إلى 8 أسلاك. يعني من أول ما نشوف محرك هذا بيميزه عن باقي المحركات، المحرك اللي له كبشة أسلاك هو عبارة عن محرك الخطوة، 3 أسلاك مش السيبر موتور، مش السيبر موتور، كل نوع تاني، هنشوف إن شاء الله قدام في حلقات تانية نضلنا طيبين. طبعا هاي أحد هاي مجموعة من الأشكال، لاحظ هان عد الأسلاك 1 2 3 4 5 6 6 أسلاك، إذا هذا مستبر موتور، من أول ما نشوف عدد الأسلاك يعرف مستبر موتور، هذا 5 هذا أعتقد 6 هذا 4 هذا 6، طبعا هذا مش واضح في العادة دول بتاع الصعب. طبعا هذا مثال على اليوني بولر، هذا مثال على الباي بولر، وفي أنواع نوع يوني بولر باي بولر أو نسيت اسمه تقريبا هايبو بولر حاجة زي هيك، هنشوف هذا الكلام إن شاء الله في حلقات قادمة. طبعا هاي زي ما انت شايف هذا يستخدم في طبعات بشكل كبير، طبعات ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد بشكل كبير، وهي شكل ثاني وحجم ثانية لا محركات السبار موتور زي ما انت شايف معي، أحجام طويل من عريض من وسط من مطاول من مسخمط أشكال كثيرة وهيك. طبعا الآن ننتقل إلى الجزء العملي اللي بدنا نشوف فيه المحركات على الشكل الحقيقي. أنواع كثيرة من محركات السوبر موتور، نلاحظ أشكال وأحجام مختلفة. طبعا هاي هي في الشكل هذا شفناه أول شيء، طبعا لتلاحظ كم من سلك طالع منه كثير، تقريبا 6 أسلاك، وهيك بيكون هذا السوبر موتور. طبعا موجود هذا بتلاقيه في الأغلب في الذراعات الروبوتية. عندك هذا النوع اللي بيكون فيه الطابعات برضو لتلاحظ له 6 أسلاك، طبعا ممكن ما تلاقيش هذا، ممكن تلاقيه زي هيك برضو 6 أسلاك، هذا الجنكشن بتوصله عادي، هذا هو بتستخدم في طبعات ثلاثية الأبعاد. عندك النوع هذا أكبر برضو يستخدم في السي ان سي وطبعات ثلاثية الأبعاد، نفس هذا تقريبا لكن حجم أكبر عزم أقوى. طبعا لو تلاحظ السوبر موتور لما تيجي تحركه حتحس بالنتوءات، معناش حقدر أخليك تحس هيك، لكن انت لو عندك واحد مسكون انت بتلف فيه مش هتلاقيه سلس، هتلاقي فيه زي نتوءات، وهذا هو عشان انه بتحرك خطوة خطوة. طبعا في أنواع أصغر بتلاقيه في بعض الطابعات الصغيرة، طبعا هذا هو، طبعا هذا اللي تلاحظ منه طالع كم من سلك، 5 أسلاك في الأغلب، 5 بكون يوني بولر، تمام هاي 5 أسلاك زي ما تلاحظ. هاي في نوعية تانية، هذا هو برضو في الطابعات بتلاقيه طالع منه 4 أسلاك، إذا هذا السوبر موتور عشان طالع منه 4 أسلاك أعتقد برضو بتنفعك. شايف هذا الصغير في الاغلب السوبر موتور بيكون حجمهم هيك، نادر لما تلاقي واحد زيك، تمام. شايف هذا في طابعه طبعا بتلاقيه، شايف هذا السوبر موتور طالع منه 6 أسلاك، كيف عرفت انه السوبر؟ طالع منه 6 أسلاك، وحنشغل هذا مع بعض. طبعا هذا زاويه الخطوه تاعته كبيره مش زي هذول الدقيقات، تمام. وهذا هو هيك احنا بنكون شفنا المحركات. طبعا هي هذا انا الان بفك لك اياه، جبت هي واحد زيه انا وفكيته وجهز لك اياه. طبعا له براغي بتكون بتفكهم انت، بيكون هي هم طوال تلاحظ انا فكيتهم عشان السرعه. الان طبعا هو طالع منه كم من سلك، 6 أسلاك، يعني يوني بولر، ممكن تحوله باي بولر. طبعا اول ما تفكه انت تلاحظ احنا شفناه زي هيك تقريبا، هيك شفناه في السلايدات كان عباره زي هيك. طبعا الان نيجي نطول مع بعض، لو الان انا جبت لك هذا القلم وقلت لك انه لو تلاحظ هذا هو الستر اللي حكينا عنه، الستر هيو هاي ملفات، عد 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ملفات زي ما تو شفنا، هان الاسلاك الوايرز اللي شفناهم، هذا هو الشافت هو العود اللي بتحرك، هذا هو البيرز، هي هذا هي البيل، البيل حكيت لك عنها البيل، انه لما تلف هذا هذا ما بتأثرش الحوالي. طبعا شايف النتوءات معي؟ اعتقد واضح في الصورة، شايف النتوءات هم هدول بنجذبوا هذا بتنافر. طبعا انت الان تفكه حيكون واضح الامور تقريبا، مصدي له طبعا بير ثرتين، احنا شفنا مقطع عرض لكن هاي مقطع طول، لاحظ معي، لاحظ من جوا كيف. طيب هذا هو الشافت، طبعا احنا قلنا هذا الروتيت، هذا حكينا احنا عنه هو الروتيت، هذا هو هذا الشافت، هذا البير. لتلاحظ هاي النتوءات اللي حكينا عنهم، هذا هم طبعا هدول عبارة عن مغناطيسات، انت اللي تجيب اي حاجة حديد راح ينجذبوا معه، شايف هدول عبارة عن مغناطيسات، هاي هذا برغي حديد هاي ينجذب، لاحظ هاي اثبتنا الكلام. طبعا هدول ايش ملفات ملوش علاقة، انت اللي حطيته هنا ها، فهي شايف فيش تجاذب، فيش تجاذب، لكن هذا هاي مغناطيسات عبارة عن مغناطيس، هاي وظيفته.
مغناطيسات تجاذب وتنافر فقط. وهيك بنكون هذا هو المحركات لازم نحكي عنها. هذا نشوف ذراعات روبوتية في الطابعات، هذول برضو في الطابعات لكن أشكال وحجم مختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ريت إذا عجبك الفيديو لا تبخل علينا بزر لايك، واشترك في القناة لو مش مشترك، وإذا في عندك أي سؤال حطه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.